توفي زوجها، ثم بعد أيام وجدت أسفل مكتبها رسالة تخصها أبقاها مخفية. عثرت زوجة على رسالة سرية تركها زوجها بعد وفاته، ولكن في هذه القناة لا يوجد أسرار. لا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس لتصلك إشعارات عند عرضنا لفيديوهات جديدة. عندما تفقد شخصا تحبه يكون هذا أكثر شيء صعب من الممكن أن تتعرض له في الحياة، وعندما يموت شخص بصورة مفاجئة يكون الأمر أصعب على محبيه، لأنهم لم يكن لديهم فرصة ليقولوا له وداعا. فقدت سيدة تسمى بيكا زوجها ميسن وهو بعمر 51 سنة بسبب انفجار في أحد أوردته في فبراير عام 2016، وبعد وفاته عثرت على رسالات مخفية عنها تحت مكتبه. قبل زواج ميسن وبيكا كان لديها ابن من زواج سابق، وبعد زواجهما عامل ميسن الصبي كأنه ابنه، خاصة مع اختفاء الأب الحقيقي، وكان ميسن خير أب له وقد تعلق الصبي به كثيرا. كانت بيكا تعشق النحت على النحاس، وبما أن ميسن كان نجارا ماهر بنى طاولة للعمل لها، وفي يوم من الأيام بعد وفاة زوجها وجدت أرجل الطاولة أصبحت مرتخية، ولحسن الحظ كان قد علم ابن زوجته كل شيء عن النجارة، وبذلك حاول ابنها أن يقوم بإصلاح الطاولة بعد أن قلبها على وجهها، ولكن هنا لاحظ وجود كتابة أسفل الطاولة باللون الأحمر، وقد لاحظ فورا أن هذا خط زوج والدته ميسن، وقام الابن بقراءة المكتوب وهو ما أبكاه كثيرا. كان مكتوب: أنا أحبك يا بيكا، أيا كان هذا اليوم أتمنى أن يكون يوما جيدا، لقد استجاب الله لصلواتي في اليوم الذي منحني إياك، أنا أعلم أن هذه الأيام هي أحلى أيام في حياتي وأنا سعيد بوجودك فيها. أنا لا أعلم هل كنت ستقرأين هذا في يوم من الأيام، وهل هناك أي شيء من الممكن أن أفعله لكي أكون جيدا بما فيه الكفاية لك كما كنت جيدة لي. لو استطعت أن أفعل ذلك سأكون أسعد إنسان في الحياة. أنا أحبك زوجتي العزيزة ميسن. بعد اكتشاف الرسالة لم يجد الابن مفرا سوى أن يقوم بعرض الرسالة على والدته، ووقتها بدأت في البكاء ولم يكن لديها أي فكرة أنه قد كتبها، ولكن هذا هو ما كانت تحتاج إلى سماعه في هذا الوقت. وقد تأثرت جدا بالرسالة هذه الموجودة أسفل طاولتها، ورغبت في أن تراها أمام عينها طوال الوقت. وهنا قرر ابنها أن يزيل الجزء السفلي الخاص بالطاولة ووضعهم في إطار ليضعها على الحائط. ابن بيكا يقول أنه لم يرى اثنين يحبون بعضهم البعض مثل والدته وزوجها، ويقول أنه عندما رأى هذه الكتابة أسفل المقعد عرف أن هذا يتناسب تماما مع علاقتهم الجميلة التي تشاركوها معا. وقالت بيكا أن هذه الكتابة كانت أفضل شيء حصلت عليه في حياتها، وهذه الرسالة شعرت أنها رسالة إليها من قبره. لقد عانت كثيرا منذ وفاة زوجها، وقد عانت هذه الرسالة الكثير لها، وقد تأثرت مشاعر الابن أيضا، وقام بنشر الرسالة على الإنترنت ووضع نبذة عن قصة حب بيكا وميسن. ولم يمر وقت طويل حتى انتشر المنشور على الإنترنت، وقد تحركت مشاعر الرومانسيين حول العالم، وقاموا بمشاركة المنشور 300,000 مرة، والتعليقات قد وصلت إلى المئات، ومعظم التعليقات كانت على الحب الذي تقاسمه ميسن وبيكا، وتمنى الكثيرون لو قابلوا شخصا ما يحبهم بنفس الطريقة. تقول بيكا أن خسارة زوجها كانت مريعة، ولكن قدرتها على رؤية رسالته يوميا يجعلها تشعر أنه قريب منها ويجعل الأيام أسهل. والشيء الوحيد الذي تندم عليه حاليا هو أنها لم تسعى إلى أن تشرح لميسن مقدار حبها له، وشرحت أنه لو منحت فرصة واحدة للتحدث معه ستتأكد من معرفته لمدى حبها له. أنت ما تزال أمامك فرصة، أخبر حبيبك بمقدار حبك له، فقد لا تجد هذه الفرصة غدا. اشترك من أجل المزيد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.